جميلة يا مقصوفة الرقبة يا جميلة. نعم مرت عمي. ليه مالك جالي جليات؟ منجليهم بكرة الصبح مرت عمي. شو صار؟ وليش لحتى نجليهم بكرة الصبح؟ هلأ تأخر الوقت ومو حرزانة سخن مي. بعدين هيك العادة مرت عمي. شو عادة ما بدأ؟ ليش عم ترفعي صوتك وليه؟ لسانك مقص والله قص. مرت عمي شبك شبك عم تخانق دبان وشك. شو صاير لك؟ أنا عم خانق دبان وشي يا بنت سعاد؟ ايه انتي صار لك 3 أيام عم تدوري على حسن مشان تعملي خناقة معي. شبكوا شبكوا اصواتكم واصلة لرأس الحارة. تاكا تا اسمع مرتك المرباية قال أنا عم خانق دبان وشي. قال جميلة صحيح انت هيك حكيتي معاه؟ ايه هيك حكيت بس والله العظيم غصبا عني لك رح أطلق رح أفعل رح أنفشل. إنك إلها 3 أيام تدور على حجم مشان تتخانق معي وتتفشش فيني. قال صار تضرب الكاسات وصحون برجليها. ليش ما شليتهم؟ هلا خطر على بالك نجي المساء؟ طول عمرني بنجي الصبح. ولك أنا اللي عم دور على حجي سامع مرتك عم تفتري علي. أنا لا عم افتري ولا عم كذب بس أنت مو عصابك بدك تحطي الحق علي. ولك خلص بديك. لا خلص بقى خلص بقى هذا اللي طلع معك خلص بقى. ولك شو بدك يطلع معه لحتى ترتاحي؟ يطلعني لك وشي لقلبي. جميلة لا تحكي معها هيك. فوتي لجوا على الغرفة. هلا رح فوت على غرفتي بس من بكره الصبح يا بشير رح على بيت اهلك وما برجع لك. عم بقول لك لا تردي علي. شدي عليها لك شو انت مكانها 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 لك شوية يا مرت عمي وحابة أحكي معك. تعي تعي لشو؟ شو بك؟ معتز يا مرت عمي. شو بو معتز؟ بتغير كتير يا مرت عمي. طول وقته صافن ومهموم. حتى حكي معي ما عاد حكى. ومقصر بحق جود كمان. طولي بالك يا بنتي. كلياتنا أكلين هم معتز. المهم أنت تروقي وتصلي على النبي. اللهم صل على النبي. حتى عمك ابو عصام حاسس عليه. المهم انت تقربي له قد ما بعد عنك. مثل ما بدك مرت عمي. حاضر. ولك ابني المصارين اللي البطن بيتخانقوا بقى كيف الكنه والحمايه؟ لك هيدول مثل شباب ما عليهم ربع. هلا بجوز تروح على البيت تشوفهم قاعدين عم يضحكوا وعم يشربوا شاي سوا. شو رايك؟ والله يا عمي فارس مو نعيني شوفهم عم يشربوا شاي قهوة لك مي قبلها أوقات بصفن هيك بحس إنه يعني هي سنة الحياة الحما والكني مثل القط والفار. أها تسلم لي عينك بقى مشان هيك روق لك ابني وطول بالك ما في شيء إلا بنحل. صلي على النبي هيك وروق. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. بس أنا يا عمي أب فارس أنا تعبت تعبت لك تعبت ما عاد أحسن. يين؟ أنا معتز أبو الفوارس. آه يلا عقيد يلا شريف. مساء الخير أبو الفوارس. لا يسعدني مساء. أبو الحسن هون. أبو العز شلونك أبو الحسن؟ من الله بخير. خير شايفك مو على بعضها. لا ما في شيء لا تشغل بالك بالإذن منكم صباح الخير. وأنت من أهلهم؟ مع السلامة. وأنت من أهلهم؟ أهلين بالعقيد. عاد لك اشرب لك كاسة شاي. شو ابو الحسن ابو الفوارس ما له على بعضه؟ لا ما في شيء بس كانت ضايقه شوي خلاه واجى يفضفض عندي شوي. بس هيك؟ بس هيك. ليك شايات خميره هون شربت كاسه. يسلم وديها. يلا صباح الخير. على راسي. اهلين باحلى عقيد والله. على راسي ابو الفوارس. اهلا.
وين أبي شيخ معتز؟ شرفت واحدة. وين كاين؟ شوف لا تقلي بالجامع. لا يا أبي ما كنت بالجامع. ما كنت بالجامع شيخ معتز؟ لا ما لك حق. لا ما لك حق والله. وين كنت لك؟ يا أبي كنت. شو هذا البيضة؟ هذا شبك انشلمت. هذا الكيس اللي بيدك شو هذا؟ هذا كيس كيس بزر بزر دوار القمر. بزر دوار القمر أبي؟ بهالليل في حدا يبيع بزر دوار القمر؟ شو جابوا لعيدك؟ هذا من عند أبو فارس يا أبي، من عند أبو فارس. العالي قلبي وقعدني وعلى كري وخدني جيتك خدني جيتك، هو عم يفصفص بهالبزرات ويتف بهالأرض ونساني يا أبي إيدي. أيوه أيوه. هلا صار أبو فارس عم ياكل بزر دوار القمر. إيه هذا ضامي معزز ما بياكل، بدك ياكل بزر دوار القمر. روح أبي روح، روح لأوضتك. يلا تصبح على خير. أنت من أهله. خاطرك قومي غسلي وشك وتعوزي من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما رح غسل وشي ورح ضلني هيك لتاخذني لعند أهلي، وإذا بتقدر هلا بيكون أحسن من النظرة للصبح. هيك يا بنت الحلال، المرجلي كمان حب. انت حقك على راسي من فوق. اقسم بالله ما بعرف ليش هيك عملت معي، ما بعرف شو صار لي. ان شاء الله كانت انكسرت ايدي قبل ما مدت عليكي. بعد سرعه قلبك من عني. خلص اختنقت والله العظيم اختنقت. خدني عبيد اهلي وماني راجعة لهون لحد تاخذ لي مثل حال. اذا ما بدك طلقني. شو طلقك؟ أنا فيني طلقك أنا؟ هذا أحسن عيش بدون. ليش هيك عمل فيكي؟ اتخانقت انا من بشير.
هلا ام بريس انا بورجيها دلع شيفيلي ولايتي على عيني يا ام. طولي بالك مرت عمي طولي بالك. ما بدي طول بالي ولا شيء. دلع حركي شيف الملاي. بورجيني يا ام قولي على قلبي ان شاء الله قولي علي كسر دياتك يا بشيري. لا يا حق الله معك يا ام. فهميني شو صاير بينك وبين عمك لحتى ضاربه؟ اخ يا خيريه بدها تجوزه وانا حاسه انه بشير بده يسمع كلامه. يعني بس مشان هيك ضاربك؟ لا انا رفعت صوتي بوشه. لا يو في مره بتعلي صوتها بوش ابن عمها. الله يهديكي يا جميله الله يهديكي. ايه انا برفع صوتي بوش ابن عمي شوي تانية لحصير خدامة عند ام بشير وانا ما بقبل كون خدامة. لك فهمنا بدها تجوزه تروح تجوزه بس مو تجور علي. انا كرامتي فوق كل شيء. السلام عليكم كيفك يا عمو؟ مرتك طلعت لبيت اهلها لحالها. لحالها؟ ايه راحت لحالها ان شاء الله بتتقطع وتتفرم. الهي يا مولاي عم تدعي عليها؟ ما بجوز من الله هالحكي ما بجوز. لك طلعت عن صورك وطلعت لحالها ولك طلقها لك ابني طلقها بقى. وين امك يا ابو داي؟ ليش هيك عم تحكي معي مرت عمي؟ حدا بيضرب مرته هالضرب؟ انا بورجيك. والله مرته هو حر بيضربها مثل ما بده. شو دخلك انت؟ انا شو دخلني؟ يا عيب الشوم عليك يا عم بشير. بس العيب اذا طلع من اهل العيب ما نوع عيب. ضب لسانك ولا تكبري بالحكي واعرفي شو عم تحكي. انا بعرف شو عم بحكي. صحيح هي مرته بس انه يضربها لا حبيبتي في وراها ناس ورجال بكسروا له راسه. يا اهل المرور والعز الشرف والشهامة انسى الايام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.